دلوقتي جولة مع أحوال الطقس بالتفصيل. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أحوال الطقس النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. أخبار الجو النهاردة إيه يا دكتور؟ صباح الخير على حضرتك استاذ بسنت وعلى كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل يمكن من ايام قليله بدانا نلاحظ نشاط ملحوظ للرياح، سرعاته تتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعه على العديد من مناطق الجمهوريه. ده بالتزامن طبعا مع عوده درجات الحراره الى ادنى معدلاتها الطبيعيه المفترض اننا نكون عليها خلال التوقيت ده من العام. يمكن المعدلات الطبيعيه لدرجات الحراره الفتره دي انها بتكون ما بين ال 30 الى 28 او 27 درجه، ده بالنسبه للقاهره الكبرى، وده بالفعل اللي احنا بنسجله الفتره الحاليه العظمى على القاهره اللي بيتم تسجيلها خلال فترات الظهيره 28 درجه مئويه. لكن نشاط الرياح اللي سرعته بتتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعه بيكون عامل مهم جدا في احساسنا بدرجات حراره اقل من اللي بيتم قياسها. فلو مثلا القاهره اليومين دول بتسجل 28 درجه كدرجه حراره عظمى، المواطن بيشعر بها وكانها اقل من ذلك 27 او 26 درجه بسبب نشاط الرياح. نشاط الرياح مستمر معانا اليوم وغدا على العديد من مناطق الجمهوريه، وسرعته زي ما قلنا بتتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعه. كمان اليوم تحديدا في فرص لامطار بتكون موجودة على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، تحديدا محافظة مطروح بالمدن بتاعتها، وبتمتد إلى مناطق من محافظة الأسكندرية وممكن بعض محافظات شمال الوجه البحري، كلها بتكون أمطار خفيفة. كمان اليوم في نشاط للرياح على البحرين الأحمر والمتوسط، فده بيؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية، وبتكون حركة الملاحة هناك ما بين المعتدلة إلى المضطرب أحيانا. نقدر نقول ده اجمالا حاله الطقس المتوقعه اليوم على اغلب مناطق الجمهوريه. ايه النصايح اللي ممكن نقدمها للناس؟ طبعا كلنا بدانا نلاحظ الفرق الكبير ما بين درجات الحراره العظمى والصغرى لنفس اليوم، فلو بتسجل العظمى على القاهره 28 درجه مئويه مثلا بنلاقيها خلال ساعات الليل او الصباح الباكر بتسجل درجات حراره اقل من 20 درجه مئويه بتوصل ل 18 درجه. فبالتالي تتحول الحالة الجوية من حارة أو مائلة للحرارة خلال ساعات النهار إلى مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، وبالتالي يجب تغيير نوعية الملابس. الملابس اللي بنرتديها خلال ساعات النهار ممكن تكون ملابس صيفية خاصة بالنسبة للكبار، لكن خلال ساعات الليل المتأخر لابد من ارتداء الملابس الخريفية على الأقل. كمان نخلي بالنا من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، هي مضطرب أحيانا لكن برضو نخلي بالنا، وطبعا لازم نتابع النشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية. أكيد، شكرا ليك طبعا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ونبتدي بالقاهرة العظمى فيها 27، الصغرى 18، العاصمة الإدارية 27-17، الأسكندرية 28-21، العلمين 27-21، مطروح 26-22، دمياط 26-21، العريش السويس 25-19، العريش 27-14، سانت كاترين 24-9، طابة 26-18، الحلايب 29-23، شلاتين 32-22، شرم الشيخ 29-22، الغردقة 30، العظمى والصغرى 20. الفيوم العظمى فيها تكون 28، الصغرى 19، بني سويف 28-18، الوادي الجديد 32-18، أسيوط 29-15، سوهاج هتكون 30-17، إنا 31-19، الأقصر 32-17، أسوان 33-19.